سيداتي والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلامة وسؤدد. يطيب لي أن أرسل لكم ما يجيش بخاطري، وأنا قد تلقيت دعوتكم الكريمة بالحضور إلى هذا المحفل الجميل، وتسميتي بالمرأة العربية الرائدة بإبداعاتها ضمن 34 امرأة عربية. يطيب لي وأنا أعتذر عن الحضور أن أخاطبكم وأنا على مقربة من بوابة عشتار، ولست بعيدة عن كهرمان وشهرزاد، لأقول أنه مهما تباعدت المسافات بين بغداد والقاهرة فإنها قريبة في الضاد، وإن عشتار العراق هي شقيقة لكليوباترا مصر، وإن بغداد الرشيد هي أخت لقاهرة المعز، تجمعها العروبة ويوطد ويمد جسر الود بينهما الضاد العربي. حقيقة هذا الضاد العربي الذي تفيأنا في ظل منتداه على مدى سنتين، وكتبنا له ما تليق به من الدراسات والبحوث، وأقمنا له من الأماسي مصابيح تعبيرا عن حبنا للغتنا العربية. أيها السادة والسيدات، إن تكريمي وأنا بنت العراق، بلد الشعر والنخل والجراح، بلد المتنبي والجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد ونازك الملائكة ولميا عباس عمارة، بلد المستنصرية والنظامية والحكمة، إنما هو تكريم لمثقفات هذا البلد ولنسائها أكاديميات وصحفيات وإعلاميات وأديبات. فشكرا للقائمين على هذا التقليد الأدبي الجميل، وشكرا إلى لجنة التحكيم التي أعطتني المكانة المرموقة بين النساء العربيات في القرن 21. وأني لأشكر في هذا المحفل سعادة المستشار الرائع الأستاذ الدكتور معتز صلاح الدين، وذلك تحقيقا لمقولة الفارابي: إن العدل هو إنزال الناس منازلهم وإعطاء لكل ذي حق حقه. فحق كل من أعد وبادر وحضر وكتب لهذا الاحتفال له كل الشكر، مع باقة ورد وباقة امتنان، ومتمنين للجميع النساء المشاركات ولجميع من كان في هذا الكتاب الجميل وفي هذه الموسوعة المزيد من التألق والإبداع الدائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من العراق الأستاذة الدكتورة وسام علي الخالدي من جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، رئيسة منتدى الضاد العربي.